اعتبرت محيطات العالم في عهد البواخر الضخمة طريقا عاما من الضروري اجتيازه بسرعة. بدأت مرحلة جديدة من البواخر عابرة المحيطات في كانون الثاني يناير عام 1997 بدخول باخرة ديستيني التابعة لشركة كارنيفال مدينة ميامي للمرة الأولى، عندما كانت كوين إليزابيث أضخم البواخر العابرة للمحيطات في العالم. الفكرة الرئيسية وقياس الباخرة. يحتوي تصميم هذه الباخرة على كل ما تعلمناه في الماضي من خلال خبرتنا في صناعة البواخر. ديستيني أول باخرة مدنية في تاريخ البواخر العابرة للمحيطات، يفوق وزنها 100,000 طن. دفع ذلك الإنجاز بتقنية الملاحة البحرية إلى ملاذ جديدة هي المدينة العائمة. نحاول تأكيد إمكانية استخدام البواخر العابرة للمحيطات في مجالات التطور، وسيتبين لك بعد تحويل باخرة إلى مدينة عائمة مثلا سيتوالى بناء عدد من المدن العائمة الأخرى. إنها المرحلة الأولى في تطور استخدام البحار في الآلات من صنع الإنسان. عمليا حتى أواسط القرن العشرين كانت البواخر العابرة للمحيطات الوسيلة الوحيدة المتوفرة للسفر بين القارات. شكلت انتصارا لملايين المسافرين الأثرياء والمهاجرين على السواء. أثارت بحجمها الضخم وهندستها المتطورة وزخرفتها الداخلية الرائعة مخيلة الناس في كل مكان. تلك البواخر الجميلة أضخم ما أنتجه العقل البشري من الأجسام المتحركة. لا وجود لأي اختراع لجسم متحرك صنعه الإنسان يساوي ضخامة تلك البواخر. كانت السرعة العاملة الأساسية في تحقيق الأرباح والفخر. في عام 1907 كانت الباخرتان البريطانيتان لوسيتانيا وموريتانيا أضخم وأسرع بواخر عصرهما بقدرتهما على اجتياز شمال الأطلسي بأربعة أيام ونصف اليوم. لكن النزاع بين الباخرة الفرنسية العملاقة نورماندي ومنافستها البرية كوين ماري خلال الثلاثينيات خفض رحلة الاجتياز إلى أقل من أربعة أيام. أذكر خلال طفولتي وجود صورة لكوين إليزابيث على معظم ألعاب الأطفال وعلب الحلوى. كانت رمزا قوميا كبيرا في تلك الأيام. شكلت السفن الهوائية التحدي الوحيد الجاد في صناعة البواخر. بحلول عام 1936 امتلكت ألمانيا منطادين هوائيين لعبور الأطلسي. ولكن تهاوى الحلم بانتشار تلك الخدمة إثر انفجار هندنبرغ عام 1937 خلال هبوطه في نيوجيرسي. تحول النجاح الذي حققته تقنية الطيران العسكري خلال الحرب العالمية الثانية إلى إمكانيات السفر المدني، غير أن معظم المسافرين في ذلك الوقت كانوا يفضلون راحة وأمان السفينة على مخاطر الطيران. في عام 1952 تفوقت الباخرة الأمريكية SS United States على كوين ماري باختصارها 10 ساعات من الرقم القياسي في اجتياز المحيط. ولكن شهدت السنة ذاتها ولادة مرحلة جديدة من الطيران مع إدخال دوهافيلاند كوميت الطائرات النفاثة. خلال العقود القادمة ستواجه البواخر العملاقة عابرة المحيطات ورمز القوة الصناعية والفخر القومي التحدي الأخطر في تاريخها الطويل. كانت بريطانيا في منتصف خمسينيات القرن العشرين لا تزال تحاول التغلب على الإفلاس الذي تلا الحرب العالمية الثانية.
اضطرت أحواض بناء السفن نتيجة تدمير نصف الأسطول البريطاني الضخم إلى البحث عن المواد لإعادة بناء أثمن مصدر للثروة في البلاد. في الوقت ذاته تدفق ملايين الأوروبيين الذين سئموا قسوة العيش التي أعدت الحرب إلى مكاتب الهجرة بحثا عن أي بلد يستقبلهم. كانت كندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا أكثر البلدان التي استأثرت باهتمام المهاجرين. رغبة منها في زيادة عدد سكانها، شجعت أستراليا هجرة البريطانيين إليها بتقديم إعانة حكومية. قدمت الحكومة مبلغا لا يتجاوز 10 جنيهات لأي شخص على استعداد لاجتياز الرحلة إلى المقلب الآخر من الأرض. استغرقت الرحلة عدة أسابيع، بالإضافة إلى التقلبات الحادة في المناخ من البرد القارس في القناة الإنجليزية إلى حر البحر الأحمر وعودة إلى المناخ البارد خلال اجتياز جنوبي أستراليا. مناخ الأطلسي مختلف جدا، ناهيك برتابة وملل الرحلة الطويلة. المفارقة هنا عدم توفر أي من البواخر البريطانية للمهاجرين البريطانيين بسبب الضائقة الاقتصادية الشديدة التي كان يواجهها أسطولهم. ولكن في أواسط 1950s استعادت الأحواض البريطانية لبناء السفن كامل طاقتها. كلفت B&O أقدم الشركات البحرية البريطانية وأورينت لاين الشركة التابعة لها ببناء أضخم باخرتين تجاريتين منذ انتهاء الحرب. كانت الباخرة أوريانا وزنتها 42,000 طن أسرع بواخر عصرها في اجتياز الرحلة من بريطانيا إلى أستراليا. اختصرت الرحلة إلى سيدني من شهر وأكثر إلى 3 أسابيع. اتسمت زخرفتها الداخلية بالنسبة إلى 2050 مسافرا على متنها بالحداثة والحيوية، وقدمت آخر ما توصلت إليه تقنية التسلية والمرح. يمكنك اختيار وسيلة التسلية المسائية التي ترغب فيها، سواء الأفلام السينمائية في المسارح الفخمة أو مشاهدة التلفاز في حجرات الجلوس وداخل بعض القمرات كذلك. شهد حوض هارلاند أند وول في بلفاست الذي حضن بناء التايتانيك قبل 50 عاما عملية بناء باخرة جديدة أضخم من أوريانا. بزينة 45,000 طن ملكت كانبيرا طاقة استيعاب فاقت أي سفينة سابقة، ومنحت شركة B&O السلسلة الأخيرة في اكتمال انتشار بواخرها في أنحاء العالم. أعادت كانبيرا وأوريانا إلى بناة السفن البريطانية الثقة التي افتقدوها، الثقة التي لن تعمر طويلا. طرأ تبدل ثوري على السفر الدولي عام 1958، وبفضل طائرة البوينغ 707 بدأت الرحلة عبر الأطلسي تقاس بالساعات بدلا من الأيام. اعتبر مدير متفائل في شركة كونارد أن الطيران مجرد بدعة، ولن يتوقف الناس عن السفر على متن بواخر رائعة كسفينتي الكوين. ولكن بحلول 60s لم تضعف صناعة السفر البحري فقط، بل انهارت كليا لدى تحول 95% من المسافرين عبر المحيطات إلى الطائرات النفاثة. تحولت سفينتا كوين خلال 60s إلى باخرتين مهجورتين، ما دفع بمعظم الناس في ذلك الوقت إلى اعتبار أن هذه نهاية البواخر البحرية.
أطلقت الشركة الفرنسية في أيار مايو عام 1960 باخرة فرانس التي توقع مالكوها أن تبعث من جديد الاهتمام الشعبي بالسفر البحري. أملت الحكومة الفرنسية أن تساهم الباخرة القومية الجديدة في إعادة بناء الروح المعنوية المنهارة غداة خسارة فرنسا الأخيرة للجزائر. السيدة ديغول افتتحت الباخرة الجديدة. كانت أطول سفينة في العالم بطولها البالغ 1035 قدما، وأغلى حملة دعائية لم تشهد فرنسا مثيلا لها. خلافا للبواخر الفرنسية المتقنة في العشرينيات والثلاثينيات، اعتبرت زخرفة فرانس الداخلية مبتذلة وعديمة الذوق، واستنادا إلى أحد النقاد كانت أكبر خيبة أمل في تاريخ السفن. لا شك في أنها كسائر البواخر الفرنسية اشتهرت بمطبخها الذي كانت بالفعل تقدم أشهى أنواع الطعام خلال وجبات الغداء والعشاء، احتفظت ببعض من قوائم الطعام. لدى انطلاق الباخرة في رحلتها الأولى من مرتئ لوهافر إلى نيويورك، ثبوت أن الطائرة منافسة لا تقهر. أفضل ما يمكن لفرانس عمله هو تقديم خدماتها لقلة من الناس كانوا لا يزالون متشوقين إلى اجتياز المحيط بوسيلة أكثر راحة، ولكن كما سواها كانت كارثة مالية لمالكيها. من المذهل لدى إلقاء نظرة على الماضي استمرار الشركات في بناء البواخر حتى أواخر الستينيات، علما أن البوينغ بنيت في أواسط الخمسينيات. لم يكن هناك وجود للفطنة التجارية. في أواخر الأول أكتوبر عام 1967 ودع سكان ساوثهامبتون بحزن شديد أعظم باخرة عرفها القرن. ازدحم الرصيف الملكي ذلك اليوم بحشد كبير من الناس. حصلت كوين ماري على علم البطولة الذي بلغ طوله 310 أقدام، 10 أقدام لكل سنة من الخدمة. واكبتها المروحيات محلقة فوقها. حصلت الباخرة التي لا مثيل لها في العالم على أسمى مراسم الاحترام من البلاد التي أطلقتها والبحرية الملكية البريطانية، وهي تنطلق من بريطانيا في رحلتها الأخيرة. كانت رحلة كوين ماري الأخيرة أطول رحلة لها في أيام السلم. أبحرت حول رأس الرجاء الصالح باتجاه موطنها الجديد في لونغ بيتش كاليفورنيا. احتشد 1100 مسافر على متن كوين ماري في حفلة الوداع. أدت طائرة نفاثة التحية لها رمزا للمستقبل وتوديعا لمرحلة من التاريخ. أذكر الذهول الشديد لدى وصولنا إلى لونغ بيتش وترجل من الباخرة في ساعات الفجر الأولى. رأيت مئات من السفن الصغيرة والكبيرة حولنا. اشترت لونغ بيتش تلك الباخرة الرائعة بأكثر من مليون جنيه استرليني. مع اقتراب الباخرة إلى اليابسة إذانا بانتهاء رحلتها الأخيرة، ينطوي فصل من فصول التاريخ البحري في الأطلسي. تحولت كوين ماري إحدى أشهر البواخر في التاريخ البحري إلى فندق ومتحف. كانت نهاية شقيقتها كوين إليزابيث أكثر مأساوية. تقاعدت أضخم باخرة في العالم عام 1968، ثم اشترتها شركة الأورينت التي أرادت تحويلها إلى جامعة عائمة. في عام 72 دمرها حريق هائل، قيل إنه كان نتيجة عمل تخريبي. اختفت أعظم وأشهر باخرتين في العالم،
ظلتا لفترة من الزمن رمزا للقوة البحرية البريطانية في الحرب والسلم. أسدل الستار على أروع ما بنته شركة كونارد من البواخر. رفض كونارد الاعتراف بالهزيمة أمام الطائرات النفاثة على الرغم من انهيار صناعة الملاحة البحرية عبر المتوسط، على الرغم من مواجهته الإفلاس أقدم وسط ذهول المتشائمين على بناء باخرة جديدة الهدف منها إعادة مجد بريطانيا السابق في البحار. احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في أيلول سبتمبر عام 1967 على ضفتي نهر كلايد ليشاهدوا الملكة إليزابيث الثانية تطلق اسمها على ثالث أضخم باخرة بريطانية عابرة للمحيطات. كان حفل إطلاق سفينة جديدة في البحار مميزا، كونك تعمل مع رجال سبق لهم إطلاق مئات المراكب خلال عملهم، ومع ذلك ينبهم إحساس عاطفي شديد في كل مرة يطلقون فيها باخرة جديدة بسبب قضائهم 4 سنوات في بناء تلك الباخرة وهم يشاهدونها تنمو وتكبر أمام عيونهم يوما بعد يوم. إنه أمر مثير حقا، إنها ثابتة لا تتحرك ولا يصدر عنها أي صرير. عقب الاحتفال وتحطيم الزجاجة التقليدية على مقدمتها هناك 4 ثوان من السكون المطلق حيث لا يحدث شيء والجو مشحون ومتوتر للغاية، وفجأة تشاهد ذلك الجسم الضخم بوزن 40,000 طن وهو يتحرك ببطء وكأنه جبل يتحرك أمامك. يتحول الأمر أمام عينيك إلى حدث جليل فعلا. وتنساب الباخرة في المياه بخفة ورشاقة وفجأة تدب الحياة فيها. إنها عملية ولادة حقيقية حيث ينبعث صراخ الجنين ثانا بالحياة. إنها حقيقة ملموسة ذات ديناميكية مميزة ونحن بناتها. كانت انطلاقة كوين إليزابيث II في رحلتها الأولى لعبور المحيط فرصة لتجمهر الناس متمنين لها رحلة سعيدة وموفقة. في أيار مايو عام 1969 انطلقت كوين إليزابيث II في رحلتها الأولى باتجاه نيويورك. خلافا للبواخر التي سبقتها لن تكون هذه الرحلة سباقا لتحقيق رقم قياسي لاجتياز المحيط، ففي عصر الطائرة النفاثة لم تعد السرعة عنصرا مهما في الرحلات البحرية. وبدلا من اعتبار كوين إليزابيث II مظهرا من احتضار احدى وسائل النقل القديمة، رأى فيها كونارد الخطوة التالية في مرحلة تطور صناعة وتصميم البواخر واستخدامها. توقفت خلال اشهر الشتاء عن الرحلات عبر المحيط وتوجهت بدلا من ذلك في رحلات استجمام قصيرة فاتحة عصر الرحلات السياحية. الرحلات البحرية السياحية هي للسفر والراحة. الرحلات السياحية ليست فكرة جديدة، لأكثر من 100 عام استخدمت الشركات البحرية التي تواجه أوضاعا مالية صعبة رحلات المتعة كوسيلة لتشغيل بواخرها. كانت أغلب رحلات المتعة في البدء مخصصة لمحبي المغامرة. توجهت الدعايات الأولية إلى المسافرين ذوي الميول التعليمية والعلمية. حصل أول ازدهار حقيقي لرحلات الاستجمام خلال الركود الاقتصادي في ثلاثينيات القرن المنصرم. جعلت الخسائر شركات الملاحة توجه بواخرها نحو الكاريبي وعلى متنها مئات المسافرين الأمريكيين من الطبقة الوسطى أو الذين يرغبون في قضاء فترة شهر العسل. كانت رحلات الاستجمام الليلية الأرخص والأكثر شعبية، وفرت للأمريكيين فرصة الاستفادة من حرية تناول الشراب المحظر في بلادهم. تطورت تلك الرحلات المسائية الليلية إلى ليلتين ومن ثم إلى 4 ليال إلى أن انتهت إلى بداية ما نعرفه اليوم عن رحلات الاستجمام المفتوحة أمام الجميع. إليكم المشاهد الأولية عن الكارثة المفجعة في البحر والتي لا يمكن مقارنتها بسوى حادثتي التايتانيك ولوسيتانيا.
هذا المشهد لباخرة مورو كاسل التابعة لشركة وورد وهي ترقد ساكنة على مقربة من الساحل الأمريكي. اهتز الرأي العام الأمريكي في أيلول سبتمبر عام 1934 نتيجة تحطم الباخرة الطواثة مورو كاسل بحريق أتى عليها. إخفاق أجهزة استكشاف الحرائق فيما كان يعتبر في أكثر البواخر سلامة في العالم أدى إلى تعديل القوانين البحرية الأمريكية. شاهد الآلاف الكارثة من ساحل نيوجيرسي بينما كانت الأمواج تقذف بالناجين نحو الشاطئ. هبط اهتمام الأمريكيين بالرحلات السياحية إلى الحضيض نتيجة هلاك 130 شخصا. استعادت الرحلات السياحية وهجها في أواخر أربعينيات القرن الماضي مع إطلاق كونارد لباخرته الأولى كورونيا المخصصة لمثل تلك الرحلات. طليت بأربعة ظلال مختلفة من اللون الأخضر وعرفت باسم الجنة الخضراء. قدمت نزوهات إلى البحر الأبيض المتوسط واسكندنافيا بالإضافة إلى رحلة استجمام حول العالم. كانت رحلات انتقائية لا يمكنك حجز مجرد جزء منها. كان بعض المسافرين على متن كورونا يجلبون بعض اللوحات أو الأثاث معهم ويضعونها في غرفهم الخاصة لإضفاء نوع من الخصوصية. خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين استبدلت شركة البواخر بي أند أو ملاعب الكريكت ببرك السباحة على متن بواخرها. بدلت صورة الرحلات السياحية من الترف المطلق إلى نوع من الراحة المنزلية والتسلية المنظمة. لم تعد الرحلات السياحية تعتبر بديلا مؤقتا خلال الأيام العصيبة اقتصاديا، بل أصبحت وسيلة لتحقيق الأرباح. الهولا رقصة وطنية في جزر الهاواي حيث لكل حركة معنى خاص بالغ الأهمية. بدأ المشرفون على رحلات المتعة الآن برسم كل مظاهر المغامرة الجديدة لينسجم ميول المسافرين الجدد والمستويات المحافظة التقليدية التي اتسمت رحلات الماضي بها. مع اندثار ثياب السهرة الرسمية أمام الألبسة الرياضية الخفيفة، تحولت السهرة الراقصة التقليدية عقب العشاء إلى سهرة منزلية مشحونة بالدلالات. اختارت الشركات البحرية من الطرق العديدة المتوافرة لوصف الرحلات الاستجمامية كلمة الرومانسية. لا شيء يضاهي جمال نزهة على ظهر المركب في ليلة مقمرة. تفوقت هذه الميزات الجديدة في الرحلات البحرية على كل ما عداها من وسائل السفر الأخرى، وهي أمور حياتية تحدث طوال الوقت. حصلت معنا قصة مفجعة، بطلتها امرأة استثمرت كل مدخراتها في رحلة بحرية حول العالم على متن كورونا بحثا عن رجل مناسب لها، ولكن من دون فائدة، حيث لم يكن هناك رجل أعزب، ما دفعها إلى القفز من على ظهر المركب. مع استعداد كوين إليزابيث II للانطلاق في رحلتها الاستجمامية الأولى نحو جزر الكاريبي، كان العصر الذهبي لرومانسية السفر عبر الأطلسي على وشك الانتهاء. أوقفت عن الخدمة أسرع باخرة في العالم يونايتد ستيتس في خريف عام 1969، كما أن فرانس أطول باخرة في العالم توقفت عن العمل بعد بضع سنوات. أصبحت العلاقة الخاصة بين البواخر البحرية ونيويورك في حكم المنتهية، ولم يكن الحل في الرحلات السياحية. الإبحار من نيويورك فترة يومين قبل الوصول إلى مناخ مشمس كان دائما وضعا غير عملي. نشأ مكان آخر غير متوقع ليتحدى نيويورك كأحد أنشط مرافق السفر في العالم. أذكر أنني كنت أطالع كتيبات السفر في الستينيات وصور المراكب السياحية القديمة التي كانت تعرض رحلاتها لجزر البهاما بسعر 59 دولارا، وكنت أتساءل من سيقبل بالإبحار من ميامي؟
خلال العشرينيات والثلاثينيات اجتمع المال والخيال الواسع لتحويل ميامي إلى مدينة سياحية. تأثرت الهندسة المعمارية المميزة في مناطقها القريبة من الشواطئ بجمال البواخر الراسية في مرافئها. شهدت ميامي في أواخر الستينيات ثورة في عالم الرحلات السياحية، قدر لها أن تنقذ البواخر العابرة للمحيط من الانقراض. ربما أنها قريبة جدا من جزر الكاريب المشمسة، بدأت سلالة جديدة من المتعهدين باستثمار ميزة ميامي الجغرافية الضخمة مقارنة مع نيويورك. واجهت كارنيفال الشركة البحرية السياحية الأولى بداية سيئة في أوائل السبعينيات مع الباخرة ماردي جرا التي جنحت لدى انطلاقها في رحلتها الأولى. بلغت خسائرنا خلال السنة الأولى والنصف من انطلاقتنا 8 ملايين دولار. اعتبرها المختصون الاقتصاديون في تلك الفترة بارجة الأسطول الذهبي، غير أنه لم تكن ذهبية، كانت كارثة علينا. ولكن في أواسط السبعينيات بدأت كارنيفال تحقق الأرباح، وسرعان ما امتلكت 3 بواخر بما فيها فاستيفال، أضخم باخرة سياحية في جزر الكاريبي بزنة 38,000 طن. ولكن في أواخر السبعينيات أذهل كنوت كلوستر مالك الخطوط البحرية النرويجية منافسيه في ميامي لدى إقدامه على شراء السفينة الفرنسية الضخمة والمهترئة فرانس وإنفاقه الملايين على تجديدها. لدى إعلان كلوستر عن رغبته شراء فرانس الباخرة القديمة الطراز والعاجزة عن العمل والراسية في مرفأ لوهافر وتحويلها إلى باخرة سياحية، اعتبر الكثير من الناس أن كلوستر أصابه مس من الجنون. أبحرت أضخم باخرة في العالم باسمها الجديد نوروي مرفأ ميامي وليس من لوهافر أو ساوثهامبتون أو نيويورك. لدى دخول نوروي ميامي في حزيران يونيو عام 1980 كانت الباخرة الوحيدة من نوعها، كانت الأولى والرائدة في مجالها، وبشكل ما تدين صناعة الرحلات السياحية لذلك النوع من الرؤى وحب المغامرة. في أوائل الثمانينيات بلغت المنافسة على جني أرباح الرحلات السياحية البحرية ذروتها، مثمرة بناء أكبر عدد من البواخر التجارية منذ الحرب العالمية الثانية. كانت الكارنيفال في مقدم ذلك السباق بامتلاكها 4 بواخر خاصة بالرحلات البحرية تزن 3 منها 40,000 طن، متجاوزة بذلك حجم لوسيتانيا. في الوقت ذاته أعلنت الكارنيفال الثورة على النظرية الأمريكية التقليدية للرحلات البحرية التي كانت تعتبر تلك الرحلات تقتصر على الأثرياء والمتقدمين في السن. كانت الرحلات البحرية في ذلك الزمن للمتقدمين في السن أو أهلهم، وكنا نمزح بإطلاق لقب عمر الوفاة على متوسط عمر تلك الفئة من الناس. خلال الأعوام الثلاثة التالية قررنا تبديل سياستنا التسويقية وتشجيع الناس من كل الأعمار على الصعود إلى متن بواخرنا، وبالتالي تعمدنا التوجه إلى الأشخاص الذين هم دون سن الوفاة. توجهوا إلى فئات الناس على أنواعها بغض النظر عن الأعمار والمكانة الاجتماعية ما دام في استطاعتها تحمل ثمن تذكرة الرحلة. شنوا حملة تسويقية ضخمة في كافة أنحاء أمريكا لم يسبق لها مثيل، وتجاوز نجاحهم خلال السنوات التالية أكثر التوقعات تفاؤلا. أضافت الكارنيفال خلال التسعينيات إلى أسطولها باخرة مميزة بنيت فيها. بطاقة استيعاب 2000 مسافر ووزن 70,000 طن أصبحت فانتازي تتفوق حجما وقوة على نوروي، ما أذهل المنافسين أنها لم تكن واحدة من نوعها بل الأولى من 8 بواخر تساويها حجما وقوة سيتم بناؤها تباعا. لم يسبق في تاريخ الملاحة البحرية أن امتلكت أي شركة الثقة والقدرة المالية على بناء مثل ذلك الأسطول.
أشرف على الزخرفة الداخلية جو فاركوس المهندس المختص بتصميم السفن في ميامي. قرر أن تكون الزخرفة الداخلية للسفن متميزة وعصرية يمقتها المحافظون وتذهل جمهور العطلات البحرية. ما أحاول القيام به هو إخراج الناس من منازلهم ووضعهم وسط جو غير اعتيادي. لا أريد أن يستخف الناس بالزخرفة الداخلية. أعتبر أنه في حال قدمت للناس مشاعر وتفاصيل مختلفة فسن في عملية متواصلة من الاكتشاف طوال فترة الرحلة، وأظن أن هذا أمر مثير، وستكون تلك الإثارة عاملا مساهما في استمتاعهم بالرحلة. أطلق على ذلك الوضع اسم الهندسة المعمارية المسلية. كانت ردهات الباخرة الست الرئيسة ثورية في تصميمها المترف، وستكون عاملا مؤثرا في تصميم بواخر العطلات البحرية. الأمر أشبه بوضع نفسك داخل صالة سينمائية حيث ضيوفنا هم الممثلون، ومدة الفيلم أيام متواصلة من رحلة بحرية. الأمر المثير بالنسبة إلى شركة كارنيفال أنه حالما تطأ قدمك إحدى بواخرها تلمس نجاحهم وتميزهم في تلك الصناعة. إنه أمر واقع، يسيطرون على 35% من هذه الصناعة، وهذه نسبة كبيرة. احتل مرفأ ميامي اليوم المكانة التي كان يتمتع بها مرفأ نيويورك كأنشط مرفأ للمسافرين في العالم. أصبحت الطائرة النفاثة أقوى حلفاء الشركات البحرية بعدما كانت ذات يوم منافسا خطيرا. تجلب الطائرات النفاثة اليوم المسافرين إلى البواخر بعدما أصبحت شريكا هاما في صناعة الرحلات السياحية. نعمل معا إلى حد بعيد، فشركة كارنيفال البحرية وحدها اشترت ما قيمته 175 مليون دولار من تذاكر الطيران. تستقبل ميامي أسبوعيا نحو 40,000 شخص يتوجهون إلى جزر الكاريبي على متن واحدة من عشرات البواخر البحرية السياحية. دفعت المنافسة على المشاركة في حصة من السوق الشركات الملكية الكاريبية إلى بناء أسطول بحري خاص بها. تعتبر البواخر السياحية الضخمة عاملا اقتصاديا مفيدا للشركات البحرية، فصيانتها وتشغيلها أقل كلفة من البواخر الصغيرة وهي تشكل مصدر ربح أكبر. لطالما سار المشرفين عليها شك في أن ضيوفهم لا يرغبون في أن يشاركهم في عطلتهم آلاف الغرباء. تبين أن تصميم البواخر يأخذ في الاعتبار ضرورة تمتع الضيوف بوقتهم على الرغم من وجود عدد كبير منهم على متن الباخرة. يمكنك الاستمتاع بالرحلة حتى بوجود 2,000 شخص أو أكثر. إنها فنادق عائمة، وهذا ما يجب أن تكون عليه بالنسبة إلى القادمين من الغرب الأوسط الأمريكي، فهم كما تعلم يختلفون عن سكان نيويورك ولوس أنجلوس ببساطتهم وعدم تكلفهم. جل ما يرغبون فيه هو الإحساس بأنهم في منتجع عائم. يتوقع قدوم ما يفوق 50 مليون شخص خلال العقد الأول من 2021 للسياحة البحرية في جزر الكاريبي، ما سيجعلها أنشط وأربح الأماكن البحرية في العالم. المشكلة التي تواجه جزر الكاريبي أنها جذبت مئات البواخر الضخمة، ما جعل بعض الجزر تكتظ بالموجودين فيها. هناك 3-4-5 بواخر يوميا على مدار الأسبوع و52 أسبوعا في السنة.
ماذا يحدث على جزيرة كهذه؟ تصبح متخمة بعدد كبير من المسافرين الفضوليين والوقحين والضاجين الموجودين على اليابسة، يطلبون هذا وذاك مما تيسر من التذكارات والهدايا. حسبت حكومات تلك الجزر أنه بحصر دخول البواخر السياحية فقط ستنتهي جميع المشاكل. حظر دخول العامة وسمح بمرور عدد محدد من المسافرين والتجار والمتعاهدين فقط. تشكل تلك البواخر الضخمة مورد رزق مهم لهذه الجزر، وتشكل لها بعض العوائق، فحين ترسو واحدة منها والتي يوازي حجمها حجم بعض الجزر الصغيرة، يصبح لديك حشد من الناس. هناك زحمة وضجيج وكل ما يجب ألا تكون عليه الجزيرة، فالجزر تتضجيج وكل ما يجب ألا تكون عليه الجزيرة، فالجزر تتميز بسكونها وهدوئها وترحيبها بالناس، بينما أصبحت الآن أشبه بأسواق أمريكا المزدحمة. بسبب ازدحام معظم موانئ الكاريبي، قررت بعض شركات البواخر السياحية استثمار ملايين الدولارات لتأمين جزيرتها الخاصة. أصبح تملك جزيرة خاصة نمطا مميزا في صناعة السياحة في جزر الكاريبي، حيث تقدم الشركات على استئجار المكان من حكومة الجزيرة التي تقدم إليك يوما كاملا في مسبح خاص مجهز بكل أنواع التسلية البحرية. بعيدا عن الموانئ المزدحمة والغالية الثمن، يستمتع مسافرو البواخر السياحية وفقا لما تقوله الشركات برحلة خاصة استثنائية لا يتاح لهم زيارة مثلها بغير هذه الطريقة. بعيدا عن رحلات جزر الكاريب المتنافسة والمزدحمة، تتسم الرحلة السياحية عبر المحيط بمغزى مختلف كليا. بحثا عن أسواق ملائمة وخاصة بها، انطلقت بعض الشركات لجذب المسافرين الأثرياء بتقديمها فرصة زيارة أماكن نائية لا يمكن تقدير جمالها وفتنتها. تعتمد صناعة الرحلات السياحية على التفاعل بين الباخرة واليابسة كروعة الجلوس على ظهر مركب السفينة مراقبا مرور سلسلة الجبال أمام عينيك. أصبحت الرحلات السياحية في يومنا هذا مشروعا عالميا، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يختبرون روعة الرحلات البحرية بشكل كبير. لا يضاهي تنوع أحجام وأنواع السفن، من المراكب الشراعية إلى البواخر الضخمة التي تستضيف 5000 مسافر وعامل ملاحة، سوى تنوع تفاصيل الرحلات المتوافرة. إلى حد ما انتهى عصر الماضي الرائع المتعلق بالنورماندي والكلاب البيضاء الصغيرة على ظهر المركب المس وصناديق الألبسة في السفن البخارية، غير أن بواخر اليوم تتميز بوسائل الراحة الشخصية، وهذا أمر رائع. تذكر أن كوين ماري حتى الدرجة الأولى فيها كانت تفتقر إلى وجود الحمامات الخاصة في الغرف، كان يضطر المسافرون إلى النزول إلى الصالة الكبرى، بينما أصبح لديك اليوم جهاز التلفاز الخاص بك داخل غرفتك وحمامك الخاص والثلاجة الخاصة ومنشفات الشعر والغرف المكيفة. تتسم سفن الرحلات السياحية بعدم سرعتها خلافا للبواخر الضخمة العابرة للمحيطات في الأعوام الغابرة، لكن كما بواخر الأيام الماضية يمكن لبواخر الرحلات السياحية أن تجد نفسها في أوضاع خطيرة. في عام 1982 حاولت الأرجنتين استعادة جزر الفوكلاند، ووافقت الحكومة البريطانية على اقتراح استخدام البواخر المدنية كسفن جند. يستمر وصول حظائر الطائرات والجنود والمؤن إلى البخيرة السياحية كامبيرا استعداداً لرحلتها باتجاه الجنوب. أبحرت كامبيرا وعلى متنها 3000 جندي وطاقم بحري متطوع باتجاه جنوب الأطلسي، وهي لا تزال في حلتها المدنية. استخدمت في الماضي البعيد مئات السفن البريطانية المدنية كسفن جند في أوقات الحرب، ولكنها المرة الأولى التي تشن فيها باخرة مدنية هجوماً بهذه الجسارة.
دخلت كانبيرا بعد أسابيع من إبحارها المنطقة الحربية وأصبحت على مرمى سلاح الطيران الأرجنتيني. كان خوفنا الأكبر أن نتعرض لهجوم بالقنابل. كانت الباخرة مصنوعة من الألمنيوم، ما يجعل اندلاع حريق على متنها من أسوأ المخاطر التي قد نواجهها، وهذا ما كان يقلقنا. الليلة الوحيدة التي لم نتناول فيها وجبة عشاء كاملة كانت حين دخلنا سان كارلوس. إن جرأة الأميرال وودورد بالاقتراب بكامبيرا من الشاطئ حققت النتائج المرجوة، فبفضله نجح مئات من الجنود بالترجل نحو اليابسة. نقل أكثر من 10,000 جندي بريطاني إلى الفوكلاند على متن 5 بواخر مدنية، كانت إحداها أثخم ما سبق بناؤه من سفن. أرخت كوين إليزابيث II مرساتها في تمام الساعة الرابعة، حيث احتشد الآلاف لوداعها وسط جو مؤثر للغاية. خلافا لنظيره قبطان الكانبيرا، أبحر قبطان كوين إليزابيث II باتجاه الفوكلاند وهو على ثقة أن باخرته لن تدخل المنطقة العسكرية. لم يتحمل السياسيون فكرة المخاطرة بإغراق الباخرة التي تحمل اسم ملكتهم، وبما أن كامبيرا تعرضت للخطر لم يكن بذات أهمية بالنسبة إليهم، فاسمها لا يحمل سوى عاصمة أستراليا. خرجت كامبيرا من حرب الفوكلاند سالمة على الرغم من المخاطر التي تعرضت لها. سينضم الحوت الأبيض الضخم كما أصبحت تعرف إلى كوين إليزابيث II بحمل شرف البواخر البريطانية الأسطورية التي خاضت المعارك دفاعا عن الملك والوطن. ولكن لو لم تكن هاتان الباخرتان متوافرتين في السجل البريطاني لما كتب للعملية النجاح. كانت حرب الفوكلاند تذكيرا قويا أنه حتى البواخر المصممة لفن الرحلات السياحية يمكنها أن تجد نفسها متورطة أو ضحية نزاعات مستقبلية. إننا جزء من الأسطول الاحتياطي التابع لحلف شمال الأطلسي، في حال نشوء حاجة ملحة أخرى فبإمكاننا الانتظام فورا والمشاركة في الحرب. لن يفكر الناس في رحلات سياحية خلال الحرب، ولكن نفكر في حوادث منعزلة كالتي واجهتنا في الفوكلاند، وفي حال تورط أمريكا في مثل تلك الحوادث واحتاجت مساعدتنا فسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتها. ولا العصر الذي كانت البلدان تبني البواخر فيه لغايات حربية أو سلمية بحتة. تشكل الرحلات السياحية اليوم أنشط وأربح قطاعات التسلية خلال العطلات في العالم أجمع. تورط عدد من البلدان البحرية المتنافسة قديما في هذا النوع من السباق للسيطرة على البحار. خلال السبعينيات تم بناء 17 باخرة، وقد ارتفع ذلك العدد ليصل في التسعينيات إلى 50 باخرة سياحية. بنت الشركة البحرية كاريبيان رويال باخرة أسمتها لحن البحار بزنة 77,000 طن في الحوض الفرنسي ذاته الذي شهد بناء الباخرة الأنيقة نورماندي في الثلاثينيات. أصبحت ألمانيا البلد الذي كان أول المتحدين لسيطرة بريطانيا على التجارة عبر المحيطات قبل قرن من الزمن، أصبحت تملك أفضل المؤسسات تقدما وتقنية لبناء السفن في العالم. بعدما أصبحت النزاعات القديمة جزءا من الماضي، أقدمت الشركة البريطانية B&O على بناء الباخرة السياحية أوريانا. أصبحت بريطانيا التي سيطرت على صناعة بناء السفن منذ بداية عصر البخار خارج السباق. البلد الذي قدم إلى العالم أعظم البواخر العابرة للمحيطات لم يبني باخرة مدنية واحدة منذ عهد الباخرة كوين إليزابيث II. لم يحتج الأمر إلى فترة طويلة من الزمن الذي اتسم بعدم القدرة على بناء السفن. هناك ثغرة 20 عاما بين سوق البواخر التقليدية ونشوء سوق البواخر السياحية.
وفي الوقت الذي أصبحت الأخيرة النمط المطلوب من البواخر الحديثة، كانت الأحواض البريطانية لبناء السفن قد تبدلت مهاراتها وخبراتها وتوجهاتها، ما جعل من المستحيل عليها العودة إلى سوق بناء البواخر بشكل مفيد. أصبحت اليوم إيطاليا تتصدر صناعة بناء السفن. حوض فينكانتيري لبناء السفن بالقرب من ترياست فاز ب40% من طلبات بناء السفن الجديدة، بما فيها سفينتان لعملاق التسلية ديزني. استند تصميم باخرتي ديزني إلى النمط التقليدي القديم للبواخر العابرة للمحيطات، وكانت زخرفتهما الداخلية لا مثيل لها. تجهز باخرتي ديزني بمدخنتين كالتي تشاهدها في مجلة بوبيلر ميكانيكس خلال الخمسينيات، والتي كانت تتناول موضوع تطور التقنيات خلال الستينيات. تتميز تلك المدخنتان بنوع من المظهر المستقبلي، أظن أنهما ستحوزان على إعجاب الجمهور كذلك. تتعهد ديزني خلال غزوها الأول لعالم الرحلات السياحية بأنها ستعيد تعريف مغزى تجربة الرحلات عبر المحيط بنشر الفكرة الرئيسة في إمبراطورية ملاعبها. تذكر سجلات التاريخ البحري أن العقود الأخيرة من القرن العشرين كانت علامة فارقة، حيث تقدمت صناعة بناء السفن السياحية على صناعة البواخر العابرة للمحيطات حجما ونتاجا. في عام 1993 بدأ حوض فينكانتيري ببناء أروع باخرة سياحية في القرن السابق. الفكرة الرئيسة هي حجم الباخرة ومداها. عرفت صناعة السفن مرحلة جديدة بدخول الباخرة كارنيفال ديستيني التي تزن 100 طن الخدمة في كانون الثانيين يار عام 1997. للمرة الأولى في التاريخ فاق حجم باخرة سياحية حجم كوين إليزابيث، أضخم باخرة عابرة للمحيطات سبق بناؤها. إنها عبارة عن بضع طائرات من طراز 747 جمعت معا. إنها ضخمة جدا، ستقدم إلى الناس الذين يقصدونها أوقاتا رائعة لم يختبروها أبدا. ستقدم ديستيني ل3000 مسافر على متنها مكانا وسط البحار يشهد اندماج الباخرة في المكان الذي تقصده، ولكن حجمها الضخم أثار تفاؤلا وتشككا على حد سواء. الأضواء التي تشاهدها على الجدار هي ألواح زجاجية فينيقية. دعت شركة كارنيفال في حملة دعائية الإعلام والمختصين إلى رحلة بحرية على متن ديستيني التي بلغت كلفة بنائها 400 مليون دولار، وتبين من جديد أن شركات السياحة دفعت بتصميم البواخر السياحية إلى حدود جديدة. تصميم الباخرة رائع، يطغى عليه نمط أجواء فيغاس وأورلاندو. اللون البرتقالي والبنفسجي يتوجه إلى مجموعة الشباب التي تشكل سنويا 70 مليون شخص في فيغاس وأورلاندو، وقد نجحنا. أرادوها مدينة تامة مكتفية ذاتيا، وكلما زادت ضخامتها كلما زاد استمتاع الجمهور بها. قلبت ديستيني في سنتها الأولى مفاهيم الناس للمدى اللامحدود الذي يمكن أن تتخذه الأجسام المفرطة في الضخامة. حققت نجاحا كبيرا ما دفع بالشركة إلى طلب بناء باخرتين إضافيتين منها. لا شك في أن عملها سيكون معلما من معالم ضخامة حجم البواخر لم يسبق له مثيل. صرحت شركتا الخطوط الكاريبية الملكية وبي أند أو أشد منافستين للكارنيفال عن عزمهما بناء بواخر سياحية أضخم من ديستيني. أثمر مشروع إيجل التابع لشركة الكاريبية الملكية بناء باخرتين زينة كل منهما 130 ألف طن بكلفة مليار دولار. إننا في مرحلة بناء مستمرة للبواخر الضخمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ البحري.
ستخسر كوين إليزابيث مرتبتها 25 في قائمة أضخم البواخر في العالم بسبب استمرار إنتاج البواخر الضخمة. أظن أن نمط بناء البواخر الضخمة سيستمر وسيزداد حجمها، وسيكون هناك مزيد من المتعة والاختيار لجمهور المسافرين. تحمل الرسم رسوم بواخر سياحية تفوق بضخامتها أكبر السفن الحالية، وتدفع بتطور البواخر المدنية إلى حدود جديدة. سيبلغ وزن هذه الباخرة 250 ألف طن، وهذا يفوق أضخم البواخر الموجودة على لوائح الرسم. ستكون أضخم من أكبر باخرة تعمل اليوم بثلاثة أضعاف، يبلغ طولها ربع ميل، أي أطول من تمثال الحرية. هذا قطعا ليس سباقا لتحقيق أرقام قياسية بالنسبة إلى الباخرة الأضخم أو أي شيء من هذا القبيل، إنه مجرد جيل من نتاج جديد يتلهف عليه السوق وهو مختلف تماما عما سبقه، ويتجاوز بتصميمه حدود البواخر السياحية كوسائل نقل للمسافرين ليشمل حدود الباخرة السفينة، وهو مصمم أيضا للاستئثار باهتمام أي سوق من الأسواق التي تستأثر الاهتمام في المدينة. تبلغ كلفة مثل هذه البواخر مليارا ومئتي مليون دولار. مشروع المدينة الأمريكية العالمية يعود إلى كنوت كلوستر رائد صناعة الرحلات السياحية العصرية، حين قدم الدليل على خطأ المتشائمين لدى إقدامه على شراء فرانس وتحويلها إلى أول باخرة سياحية ضخمة. ابتدع كلوستر في مشروعه المدينة الأمريكية العالمية باخرة تتسع لثمانية آلاف وستمائة مسافر وطاقم الملاحة، يبلغ حجمها حجم ديستني بضعفين ونصف الضعف. إنها أروع تطور تشهده البحار. ما نقصد قوله أنه يمكن استخدام هذه المحيطات في مجال التطور، وسيتبين لك أنه بعد استخدامك باخرة مثلا كمدينة عائمة سيتوالى إنتاج عدد من المدن العائمة. هذا مجرد مؤشر، إنها الخطوة الأولى فيما سيكون تطور إضافي في صناعة استخدام البحار للأشياء التي هي من صنع الإنسان. اعتبر ذات يوم أن الطائرة النفاثة ستقضي على صناعة البواخر العابرة للمحيطات، ولكن نشاهد اليوم سلالة جديدة من البواخر التجارية في المحيطات وعلى متنها أكبر عدد من المسافرين. في خضم سباق تنافسي تدفع سلالة جديدة من مصممي ومالكي البواخر الإبداع الإنساني إلى أقصى حدوده. فكر في كل Superman.